دعا رئيس الجمهورية عمر البشير وزراء العدل العرب إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات القانونية والعدلية لمجابهة التحديات الراهنة. وقال البشير لدى مخاطبته افتتاح اجتماع مجلس وزراء العدل العربي بالخرطوم إن قضايا الجرائم المنظمة كالإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات تستوجب العمل التضامني بين الدول العربية دون المساس بسيادة الدول. وأكد أن السودان تبنى تشريعات متقدمة وقوانين تجرم الإرهاب رغم الحصار الجائر الذي تفرضه الدول الغربية على السودان، ووصفه بالدولة الراعية ووصفه بالدولة الراعية للإرهاب. لقد ظل السودان كما تعلمون يرزح تحت طائلة حصار جائر ترك أثره في كافة المجالات، ومنها وصفه بصفة الدولة الراعية للإرهاب، وهو أمر لا سند له ولا حجة ولا دليل، بل العكس من ذلك، فقد بذل السودان جهدا عظيما في مكافحة الإرهاب وصادق على أغلب الصكوك في مجالات مكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي. كما أن السودان قد تبنى تشريعات متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها، ولعل في لجوء العدد الكبير من الإخوة العرب والأفارقة إشارة واضحة إلى ما نعم هذه البلد من سلام وأمن وتسامح وبعد عن الأعمال الإرهابية بكافة صورها وأشكالها. وقال رئيس الجمهورية إن برامج إصلاح الدولة استطاعت فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتنفيذا وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وأشار إلى أن الاتفاق بين نواب الشعب على التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات بجانب الترتيبات الجارية لوضع دستور دائم للبلاد. لقد شهد السودان إصلاحا تشريعيا وقانونيا استجابة لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني التي مثلت جهدا خالصا لحوار موضوعي خاطب كافة مجالات حياتنا، حيث تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ليكتمل مثلث العدالة: قضاء مستقل ونيابة عامة مستقلة ووزارة للعدل تسهر على تقديم الخدمات القانونية للدولة، وتعمل هذه الأجهزة في تناغم وفق الدستور والقانون.